الاحداث وان الرئيس احنا عندنا يتجاوز. نقص في تداول المعلومه، او عندنا نقص في شرح المعلومه، او عندنا نقص في لا هو في تربص، في تربص خليني اقولها لك، تربص بالكلمات، تربص بالمواقف والتوجهات والزج بالرئيس في كل شيء، ده امر يجب ان يحسم. طبعا انا بقول لحضرتك في اطار الحراك السياسي في مصر وفي مراحل التحول السياسي والديمقراطي مقبول. طب خليني اسال حضرتك في جزئيه، ان احنا نختلف، لكن طبعا عدم يعني اقحام الرئيس في كل موقف ما ينفع. لا انا طبعا اتفق مع حضرتك، في بقى حضرتك وشخصيات اعلاميه تتطوع، شخصيات اعلاميه تتطوع وتجتهد وتدخل وكانها تجالس الرئيس، هذا لا يصح. يعني دي امور لابد ان تضبط. يعني في عندنا شخصيات كثيره قوي في مجال الاعلام تطلع وتتحدث باسم الرئيس وكانها تجالس الرئيس وكان الرئيس يعزي التلقين، وهذا امر غير صحيح، غير صحيح شكل مضمون. انا اتفق، انا بقول لحضرتك انا باعاتب في ان الرئاسه احيانا مطالبة أنها تتدخل وتحسم هذا.